ينضم إلينا الآن من بغداد المحلل السياسي حيدر عرب أهلا بك أستاذ حيدر في نشرتنا أستاذ حيدر بينما تبقى التظاهرات مستمرة مستمر هناك أنباء عن أسلوب جديد أسلوب طعن تعرض أكثر من ربما تسع أشخاص للطعن بينهم فتيات هل تعتقد أن ذلك سينجح في إيقاف التظاهرات بسم الله الرحمن الرحيم، أيوه. تحيه لك سيدتي الكريمه لقناتكم مشاهديكم ومتابعيكم الكرام. نحن مؤمنين بان هذه التظاهرات التي خرجت في بدايه شهر تشرين الاول هي مظاهرات مطلبيه حقيقيه سلميه، خرجت بالمطالب شرعيه واضحه، اعترفت بها كل القوى السياسيه وكذلك هنالك اجماع واضح من جميع اطياف الشعب العراقي على احقيه هذه التظاهرات، القوى السياسيه حتى الحكومه العراقيه قد اذعنت وكذلك امنت أن هذه التظاهرات تظاهرات مطلبية لكن هنالك قد لف هذه التظاهرات بعض ما يشوب هذه التظاهرات هنالك عنف قد يكون هنالك عنف مفرط من قبل القوى الأمنية تجاه المتظاهرين هنالك بعض المندسين الموجودين داخل هذه التظاهرات الذين يحاولون حرف هذه التظاهرة من سلميتها الحقيقية إلى عنف معين بتطبيق أجندات معينة قد تكون هذه الأجندات الغاية من إتى الإضرار بالشعب العراقي الإضرار بالبلد بشكل كامل وبالتالي سيدي الكريم أعتقد المتظاهرين قد قاوموا جميع أنواع وجميع أنواع أو صنوف الاعتداء صنوف التحرش صنوف كثيرة التي حاولت أن تمنع تظاهرتهم هذه وكذلك أن تحاول أن تشوه تظاهرتهم من تظاهرة سلمية إلى تظاهرة بعنوان آخر وبالتالي نحن نراهن على سلمية هذه هذه التظاهرات أن نراهن على صبر وصمود حقيقة الشباب الموجود في ساحات التظاهر الذين باستطاعتهم أيضا أن يميزوا ما بين المتظاهر الذي يحاول أن يندس ما بين صفوف المتظاهرين من أجل خلق فتنة معينة أو خلق لا. حالة معينة الطعن الذي يمارس ضد هؤلاء كذلك كثير من حالات التشويه التي تمارس في سبيل حقيقة إسكات هذا التظاهر أو في منع المتظاهرين من الاستمرار بتظاهراتهم أو محاولة أيضا جل هذه التظاهرات إلى صورة حقيقة غير مرغوب بها وبالتالي أيضا إن هذه التظاهرات لكن هنالك كلام واضح هنالك دعم واضح دعم طيب. من جميع سيد من العراقي دعم حتى من المرجعيات الدينية دعم حتى من القوى السياسية التي سيد آمنت حيدر أيضا أن هذه التظاهرات هي لمصلحة الوطن أولا نعم سيد حيدر طب ما رأيك بخروج تظاهرات اليوم يعني مساندة للطبقة السياسية وتطالب ببقاء الطبقة السياسية كيف تقرأ هذا الحدث حاليا حقيقة لم اسمع السؤال بشكل جيد لكن اللي اللي ساعيد السؤال داعمة ل... ل... نعم نزل اليوم المئات نعم. من المؤيدين للطبقه السياسيه كيف تقرا ذلك في عموم المشهد سيدتي الكريمة جميع التظاهرات التي نزلت إلى الشارع العراقي هي مؤيدة إلى العراق أولا بعيدة عن الطبقات السياسية بعيدة عن الاتجاهات الأخرى وبالتالي حتى هذه التظاهرات نستطيع أن نجعلها تصب في مصلحة الوطن كيف نجعلها تصب في مصلحة حيبة. الأحزاب المعينة كيف نجعلها تصب إذا كانت خارجة لدعم نعم، نعم، هذه الطبقة نعم، نعم، السياسية نعم، فهم التي السؤال. خرجت المظاهرات أولا وأخيرا من أجل إسقاطها تفضل سيدتي الكريمه، اولا جميع التظاهرات التي خرجت اليوم او غدا او امس في هذه التظاهرات هي من اجل الضغط على الحكومه العراقيه للاستجابه لمطالب الجماهير العراقيه، هذا واحد. النقطه الاخرى هنالك تحدثنا قبل قليل، هنالك من يحاول ان يندس ما بين صفوف المواطن العراقي في سبيل ان يخرب هذه التظاهرات او يعرفها عن مسارها السلمي، وبالتالي هذه التظاهرات، هذه المسيرات هي نستطيع ان نجعلها إذا ما تعاملنا معها نحن كمتظاهرين أصليين تعاملنا معها بشكل جيد وبشكل متقن أن نجعلها هي لصالح المتظاهر وبالتالي نسعى ونذهب جميعنا إلى السلمية التظاهر سيد حيدر. والابتعاد عن الإسلوب والابتعاد نعم. عن العلف من الطرفين في هذا الجانب. سيد. وبالتالي لما لا؟ نحن نفتح المجال لا نخون هذا الطرف على حساب هذا الطرف لا نقول إنه هذه التظاهرات سيد حيدر لكن اسمح لي هنا المواطن العراقي قد خرج نعم اسمح لي هنا بالمقاطعة المقاطعة، أنت تتحدث عن مسؤولية المتظاهرين، أين مسؤولية الدولة في حماية هؤلاء المتظاهرين الموجودين في الساحات من طرف ثالث يستهدفهم تارة بالرصاص الحي، تارة بالطعن، تارة بالاعتقال، هناك وسائل كثيرة تعرض لها المتظاهرين بالشارع، أين مسؤولية الدولة في حماية هؤلاء المتظاهرين؟ حقيقة هذا مسؤولية كبيرة تقع على الدولة، اكيد يجب أن يكون هنالك الحراك الاستخباري داخل هذه التظاهرات، يجب أن تعمل الحكومة العراقية من أجل حماية المواطن المتظاهر، الشاب المتظاهر في ساحات حق التظاهر، لكن هنالك أيضا نقطة بالمقابل إذا ما تحركت الحكومة العراقية وحاولت اعتقال أي شخصية معينة، قد تكون هي مندسة، قد تكون هي تحاول أن تستهدف المتظاهرين، أيضا هؤلاء تم تغطيتهم بشكل كامل بصيغة التظاهر، وبالتالي إذا يجب ان يكون هنالك تعاون ما بين المتظاهر السلمي الحقيقي الذي خرج بمطالب وقد اعترفت بها جميع المرجعيات الدينيه والمرجعيات الشعبيه والمرجعيات العشائريه حتى الحكوميه أن هذه التظاهرات تظاهرات سلميه حقيقيه نعم صاحبه مطالب لكن علينا ان نفرز هنالك من يحاول ان يركب هذه الموجه قد يكون هنالك مندسين من الغريب قبل بعض الطوائف السياسيه او مندسين من خارج الحدود العراقيه نعم الغريب ان هؤلاء المندسين دائما ما يستهدفون الطرف المجني عليه الضحيه المتظاهرين أنت ننتقل إلى سؤال الأخير لو سمحت هناك اليوم حراك دولي يعني هناك لقاءات ما بين رئيس الجمهورية وبين ممثلين عن واشنطن مثلا أيضا هناك تصريحات من وزارة الخارجية الأمريكية تتحدث وتتوعد من يتعاون مع قاسم سليماني بعقوبات اقتصادية ومن أيضا يستهدف المتظاهرين بالعنف هل تعتقد أن ذلك يقلل من فرصة إيران في التدخل أو حتى انصح التعبير بفرض اسم جديد لرئيس حكومه مقبل سيدتي الكريمة أولا الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست العراق وبالتالي تتحدث بالنيابة عن الحكومة العراقية أو عن القوى الوطنية العراقية أو عن المتظاهر العراقي نحن لسنا بحاجة إلى هكذا تصريحات هذه التصريحات هي تدخلات واضحة بالشأن السياسي العراقي إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون أو تمنع اسم إيران من تدخل في الشأن السياسي الداخلي عليها أولا هي أن تكف من التدخل بالشأن السياسي الداخلي العراقي وبالتالي إذا ما كفت اسم الولايات المتحدة الامريكيه بتدخلها السافر في الشؤون السياسيه الداخليه العراقيه اكيد سوف تعمل الحكومه العراقيه والمتظاهرين وحتى المرجعيه تحدثت على انه لا تقبل باي تدخل اقليمي نعم. في المنطقه اذ كان من قبل ايران او كان من قبل اي بلد اخر وحتى من قبل السعوديه او الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي سيدتي الكريمه على الولايات المتحده اذا ما ارادت ان تمنع تدخل بلدان اخرى أن تكفي تدخلها بالشان السياسي العراقي نعم هذا جاء ردا على زياره قاسم سليماني قبل يومين الى بغداد المحلل السياسي حيدر عرب كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا جزيلا لك